السلام عليكم اخواتي حبيباتي، اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما نبداو البنات، ما تنساوش دعموني بلايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم البنات الموضوع ديالنا بينا غنهضر لكم على شي منتوج ان شاء الله ديال الكوزينه، خاص بالكوزينه، وان شاء الله نتمنى من الله يعجبكم. وهذا المنتوج هذا كنفضلوه البنات لانه صحي، ونعطيكم شي معلومات اللي كلشي ماشي عارفين هاد المنتوج هادو. اليوم البنات ان شاء الله نعطيكم شي حاجات من هاد المنتوج هذا، جربوهم وشريوهم وراهم غيفيدوكم وغيعجبوكم حسن من المنتوجات اللي كاينين فيما مشيتو كتلقاوهم. هاد المنتوجات هادو البنات تيكونوا غير في لي سوبر مارشي الكبارين، مثلا فحال مرجان، فحال كارفور، فحال بيم، فحال يعني الاسواق اللي هي كبرى وما كتكون ما كيكونوش في الهريه، وماشي بعض منهم، ماشي كلشي، شي حاجه كتكون في الهريه ولكن بعض منهم راه تيكونوا غير في لي سوبر مارشي اللي كبارين. بنات اليوم غنهضروا على هاد المنتوجات هادو. هنا البنات عندنا بابي الومنيوم، هانتوما كتشوفوا هاد الماركه هادي اللي هي زوينه وكتعجبني بزاف، اقتصاديه، فيها 200 متر 200 متر البنات. وكاينه هاد الماركه هادي هانتوما كتشوفوا حتى هي دايرين لها 200 متر. الا لاحظتوا البنات هنا 200 متر وفي هادي 200 متر. شوفوا دابا داخل الامبالاج كيفاش داير. هانتوما البنات السنان ديال هادو بالكارتون وعراض، ماشي ساهل باش كيقطعوا ليك بابي. وهنا البنات في هادي راه هي ثقيله بزاف، واللي ما حلهاش كيقول صافي هذيك 200 متر راه كاينه هنا 200 متر، ما كاملاش 200 متر البنات دغيا تيسالي. علاش دابا انا كنهضر معكم وريتكم باش تاخذوا هاد الماركه هادي اللي هي احسن من هادي. كاينه هادي البنات، انا غنحلها قدامكم، كاينه هادي البنات هي اللي قلت لكم انا تاخذوا. هانتوما كتشوفوها كيفاش دايره، اللي هي عندها السنينات ديالها اللي تيقطعوا بالحديده البنات. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتقطع، ماشي بحال اخرى. انا نفضل كاينين دوك البواطات الصغار ملي كتجدي منه وكتبغي تقطعيه ما كيتقطعش لك مقاد، هذا لا كيتقطع مقاد. ديري ليه بحال هكذا ولا بلاش، دوزي ليه اصبعك غير بشويه ديري هكا. هانتوما يعني تيمشي عبار ومقاد، كتعبروا الطاوله اللي غديروا فيها ولا باش غادي تخدموا الطرف اللي بغيتو، وغادي تقطعوا القياس اللي بغيتو. غير هو البنات راه هاز كثير، هانتوما كتشوفوا ماشي بحال الاخر، هانتوما كتشوف شحال فيه ديال الدورات، راه كيبان وثقيل. يعني هاد الماركه راه احسن من هادي، لانه هادي انا جاتني مغشوشه وما سهلاش بحال هادي تقطع. ندوزو لحاجه اخرى البنات، كاين هاد بابي اليمونتي بلاستيك او اللي كيسميه سولوفان ولا كل واحد شنو كيسميه بالدارجه. هذا البنات هانتوما كتشوفوا كيلصق ومزيان، كاين القياس ديالو اللي هو صغير وما فيش بزاف. هذا راه عامر البنات، انا كان عندي قد هكا، راه دابا جايه العام وعندي كنستعملو كنستعملو بزاف. فيه الكميه كثيره، يعني كتشريو الحاجه ب 40 درهم او 50 درهم ولكن راه كتستافدوا منها بزاف المرات حسن داكشي ديال 10 دراهم او 15 درهم. انا البنات كنفضل نشري هذا الشيء كثير مثلا ويكون كبير ونزيد واحد شويه الفلوس، كيجيني اقتصادي حسن من داكشي اللي الكميه كتكون العبار فيهم غير صغار وما كيتنستافدش منهم بزاف، وكنعاود نبقى نشري في داكشي بحال لا كنسقط. نشري حاجه زوينه في مره وكتبقى عندي كطول لي المده. نساليو من هذا غندوزو لهذا البلاستيك البنات. هذا البلاستيك هذا اللي هو الصاك ديال كونجيلاسيون،
باش كتكونجولي فيه اللحم، خضار، اللي بغيتو، شي حاجه كتعلق بالكونجيلاتور كديروها فيه. انا هاد الصاك البنات عجبني بزاف بزاف، هادو خديتهم من بيهم، كيتحل بحال هكا ساهل، بحال سنيسله عنده، كيجي زوين البنات. ولا لاحظتوا شوفوا هنايا ملي كتدخلوا شي حاجه راه فيه واحد جوج ثنيات بحال الصاك ديال بصح، كيوسع من هنايا لانه في هاد البلي هذا، شفتوا ها هو مدوبل من هنا. هاد الصاك عجبني البنات بزاف بزاف، اللي هو العبار ديالو 28 على 20. كاين هاد الصاك البنات اللي فحالو، غير هو الطريقه باش كيتسد اللي ماشي بحال هذيك الطريقه، حتى هو صحي. هادشي كلشي كنهضر لكم عليه البنات، خاصين بالثلاجه وبالكونجيلاتور، ها نتوما كتشوفوا. وهنا البنات كتكتبوا السميه ديال اللحوم اللي عندكم، ولا ديال الخضار، ولا امتى درتوهم، التاريخ وداكشي. ها نتوما راه مصوره فيه هنايا واحد الفخيط ديال الدجاجه، وهنايا حوته، هنا كتكتبوا اشنو درتو واشنو امتى درتو هذيك الماده اللي عندكم هنايا، سواء لحم سواء خضار. باش تعقلوا ليها هذا السدان ديالو البنات بحال هكذا، كتشدوها بحال هكذا وكتوركوا لها هكذا، صافي دابا تسد. من بعد الحلان ديالو ساهل. هاد البنات هذا الصاك هذا العبار ديالو هو كبير شويه، راكم شفتوه العبار ديال 27 28. البنات 27 28 هي 40 ساشي في البواطه، 40 ساشي في البواطه. هذا البنات خديته مؤخرا، هذا العبار الكبير، انا فتحه جبت منه وحده، ها نتوما كتشوفوا البنات. هذا حتى هو مثلهم، يعني صحي ديال الكونجيلاتور ديال الثلاجه فين ما بغيتوا تستعملوه. هنا العبار البنات هذا العبار ديالو 30 على 40، 30 على 40، 30 سنتيم على 40. والساش اول بواطه فيها، هانتوما كتشوفوا هذا القياس الكبير. مثلا اللي غيدير شي نص ديال الضلعه، ولا شي رجيله، ولا الكتف النص ديالو، ولا شي حاجه، راه ها انتوما كتشوفوا قداش. هانتوما حطو حتى هنايا في النوار باش يبان ليكم، هانتوما كتشوفوا ها المويان فين واصل، وها الصغير فين واصل، يعني الصغير بحال الكبير مدوبلو. هانتوما كتشوفوا البنات هاد البلاستيك راه زوين، وتا هو فيه هذيك الطريقه بحال شكل ديال السنيسله. دابا مسدود. انا البنات هادو كيعجبوني بزاف بزاف، وكيتستعملوا عده مرات، يعني يمكن لكم تغسلوهم وتنشفوهم تمسحوهم بزيف. انا نفضل البنات ما تعرضوهمش للشمس، كيتغسلوهم نشفوهم بزيف وعاودوا استعملوهم حتى كيبانوا لكم راهيه وصافي. حتى هو البنات نفس الشيء، فين تكتبي لادات وفين تكتبي السميه ديال المنتوج اللي عندك. هنا غندوزوا البنات الورق الزبده. الورق الزبده كاينين جوج ديال الشكالات البنات، هذا شويه زايد في الطول وهذا ناقص في الطول، والوراقي نفس الوراق. دايرين هنا البنات 40 على 60 سنتيم، 40 على 60 سنتيم. باش عجبني البنات هاد الماركات هادو، يعني الا درتي شي سائل في غليظ شويه، هذا رولو البنات، هذا رولو. هذا البنات عجبني هاد الماركه بزاف بزاف، لانه كنبغي ندير مثلا الحوت، ولا نبغي ندير اللحوم، ولا شي حاجه وبلاصوص، راه ما كيسيرش الماء، يعني ما تيخرجش لاصوص عندك في الطاوه. صحيح مات واخا تيفزك ما كيتقطعش دغيا البنات. وما تنساوش بينا لا درتو البابي الومنيوم في الماكله، راه فرشوا هذا هو الاول، تتغطيو الماكله ديالكم بالهاد البابي هذا، سواء لحم سواء حوت سواء دجاج اللي كان، ديروا هذا هو الاول عاد باش ديروا هذا باش يزمت عليه ويقبض الحراره ويطيب اكثر، لانه لا درتو هذا بوحدو راه ماشي صحي البنات، راه ماشي صحي.
ديروا البابي هو الاول، عاد باش ديروا البابي الومنيوم. هذا اللي قلت لكم بحالو، هادو البنات هادو البياسات، يعني الرولو فيه مقطع حتى هو مزيان، ماركه لي مزيانه. انا هادو مجرباهم كلهم، جربتهم عاد باش قلت لكم الطريقه. البنات الا لاحظتوا هذا كتشوفوه خفيف، هذا اللي خفيف البنات انا كنخليه، هو هذا هو اللي فيه 40 على 60. هذا اللي خفيف البنات كنخليه الكاطو الكيك مثلا، الا كنت غندير شي خبيزات ماشي الخبز العادي بغيوش شي حاجه كندير ليه هذا الرقيق. ولكن الا كنت غدا نحمر فيه الدجاج اولا اللحيمات ولا شي حاجه، راه كنفضل هذا اللي غلي. هانتوما كتشوفوا، شفتوا هذا البنات كيفاش داير، وشفتوا هذا، هانتوما الا لاحظتوا شوفوا هذا راه كيبان فيه الرخام بزاف كحل، وهذا راه تيبان بيض يعني غليظ. هذا سالينا من البلاستيك ولي بابيير البنات كيكونوا في هذا. دابا غنوريكم المشوار. وكاين هاد البابيير بسوغبو البنات، انا البابيير بسوغبو كنفضل نشري واحد كبير على دوك الصغارين، راه دغيا تيتسالاو، وكيف قلت لكم الاحسن من واحد ياخذ كميه كبيره واخا زيده في الثمن، راه هي كطلع اقتصاديه احسن من هذاك الصغارين تيتسناو بحال كتشري ديطار. كاين هاد الماركه شويه منفوخه البنات، هذا البابي ديالو غليظ منفوخ مزوق شويه غليظ. وكاين هذا رقيق، هذا اللي مزوق البنات كنخليه غير نمسح به شي حاجه ولا ندير به شي حاجه. هذا البنات كنفرشوا مثلا الفريت ولا الحوت ولا شي حاجه اللي باش تنشف ليا شنو بغيت نشفها. انا كنفضل هادو اللي الحجم كبير، لا لاحظتوا هذا راه قصر من هذا، بجوجهم زوينين البنات. هاد الماركه هادي انا نشجعكم باش تاخذوا ديما الحاجه الكبيره، كيف قلت لكم في هاد المنتوجات هادو كلهم اللي قدمت لكم، راه الحاجه اللي كبيره كطلع اقتصاديه يعني اكثر من الصغيره. وكاينين البنات هاد القريعات هادو اللي نسيت ما وريتهمش لكم في الحلقه ديال القريعات، وكاينين هاد القريعات البنات كتشوفوا ها هما زاج بلاستيك ديالهم غليظ. هادي درت فيها الابزار، وهادي درت فيها الكمون الا بغيتو طري ديك الساعات مطحون، وخصني وحده اخرى البنات ندير فيها القزبر حبوبي ان شاء الله، باقا ما خديتهاش لانه فين ما كنمشي ناخذ كناخذ وحده، ولكن هاد المره بغيت ناخذ جوج لقيتهم تسالاو. هادو البنات، هادو البنات كيتباعوا في ايكيا، ايكيا اللي درت لكم الفيديو عليها قبل، ما درتش لكم البلاصه الاواني ان شاء الله لانه الوقت ما قدنيش. انتم البنات بحال هكذا، هي هي القرعه مسدوده بهذا بهذا الغطاء هذا، وعندنا هادي، هادي البنات كتاخذوا بها القياس اللي بغيتو رقيق ولا غليظ الحاجه اللي بغيتو تحنوها. هانتوما البنات شوفوا معايا كمون، هو غليظ البنات. دابا غادي نزيرها شويه، هيا البنات بدات ديروا دابا رقيق، راه فيها الزيار كما بغيتو نتوما تزيروها. هيا البنات دابا بدات كدير في الكمون رقيق، زوينه البنات تنقي الكمون ديالك وديري فيها هانت مباشره، هانتوما هانتوما الا لاحظتوا هذا اللي هنايا هو غليظ وهذا رقيق، كتجي زوينه البنات والله الا ريحه الكمون طالعه غزاله طريه. هاد القراعي هادو غير خذوهم ما تندموش عليهم، واخا شويه غاليين في الثمن، ما عرفتش شي 70 درهم دايره للوحده. هنا الابزار، هانتوما البنات البزار انا دايره في المويان مرقيق مغليط، راه قلت لكم كتحكموا فيهم. هانتوما ديك الساعات هادي راني كنقدم بها المأكولات، راكم تشوفوني كنت كنخدم بها. هانتوما البزار، يعني نفضل انايا هاد القريعات هادو
حسن ما نطحن الكمون والبزار على موده او القزبر حبوب على موده ونبقى نطيب به، كنديرو هنايا مباشره في هادو وتنطيب بهم. هنا البنات اليوم حلقتنا سالات كي وعدتكم، قلت لكم انا ان شاء الله في هاد الايام هادي غنعطيكم منتوجات اللي غتنفعكم في الكوزينه وفي العيد الاضحى ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغنا يا ربي، ان شاء الله نعيدوا بسلام وامان يا ربي، ويرفع لنا هذا الوباء، وعواشركم بروكه، وان شاء الله فيديو اخر.